محمد البشير عامل بالفلاحة منذ الصغر ويطالب بعدم إعطاء أراض زراعية لمستثمرين أجانب. الأراضي بدل يدوها المستثمرين يدوها الشباب، يعني أدي ألف فدان أديها لمستثمر وأنا ما مستفيد منه حاجة، أديها للشباب السوداني وكل زول كل شاب أديته 10 فدان زرعوا قمح. أنت ما بتحتاج تجيب قمح من برا خالص. وفقاً لتقارير إعلامية يمتلك السودان نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة، لم يستثمر منها سوى 30 مليوناً فقط، ما يعني أن هناك فرصاً استثمارية متعددة، ولكن بعض المزارعين يرى بأن هذه الفرص غير متساوية. الليلة أنت كشاب لو مشيت وزارة الزراعة تقدم الأرض الزراعية 5 سنين ما بيدوك لها، المستثمر في 3 يوم بيكون استلم الأرض، فخاطين الولاء للمستثمر أكثر من المواطن السوداني، فهذه مشكلة كبيرة جدا. لا ما في حقيقة، القانون ما ميز، يعني القانون ده والقوانين السابقة يعني ما حصل تمييز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، ما في تمييز بيناتهم في منحل ميزات وفي كل شيء. كانت من أبرز المشاكل كان بتواجه الاستثمار بالذات الاستثمار الزراعي، يعني كانت المشكلة بين الأهالي وبين المستثمر، لكن القانون الجديد ده يعني ضمن مادة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، المادة دي هي بتعالج المشكلة دي تماما، يعني لأنه يعني من خلال هذه المادة في نظام خاص أو بيلزم المستثمر بأنه ينشئ مشروع في منطقة قيام المشروع، يعني إنشئ مشروع تنموي سواء كان مثلا مدرسة أو مستشفى أو بير حسب حوجة المنطقة، فده بيخلق شوية علاقة طيبة بين المستثمر وبين الأهالي. طارق مختار مستثمر سوداني يحاول سد حاجة السوق للمواد الغذائية، إلا أنه وفقا لروايته يصطدم ككثير من أقرانه بصعوبة الإجراءات والعراقيل الإدارية بعكس التسهيلات والامتيازات الممنوحة للمستثمرين الأجانب. في صعوبة بتاعت إجراءات عشان تعمل تخصيص لقطعة الأرض تعاني فيها، في حالة أنه الأرض مخصصة لك ودائر تعمل تجديد للملكية بتاعتها بتعاني، كان من رسوم كان من فترة. حتى كمان في حاجة تانية ظهرت اللي هي إنه أي ورق بتمشي اللي هناك بيقول لك لا إلا تمشي تراجع اللجنة بتاعت إزالة التمكين، حتى بعد ذاك يفكوا لك الحجز بتاع الأرض، ودي في دائرة لها قل شي 2 أسبوع، يعني في الظروف أنت عارفة دي الزمن يعني كان ما ضعف الإنتاج بضيع في الشارع أنت ماشي عشان تنجز حاجة لحاجة. إحنا دايرين أول حاجة الإجراءات دي تتسهل، ودائما الأولوية لزول المستثمر الحقيقي. من جهتها ترى الحكومة السودانية أن القانون الصادر عام 2021 من شأنه تشجيع عملية الاستثمار. بموجب القانون في إحفاءات، يعني القانون بيمنح المشروع الاستثماري إحفاءات جمركية على التجهيزات الرأسمالية الخاصة بإقامة المشروع وبإنشاء المشروع. المشروع الزراعي ما في إحفاء كامل من ضريبة أرباح الأعمال، وبرضه التجهيزات الرأسمالية برضه كلها بالنسبة للقطاع الزراعي محفية.